النهار تحقق سبقا جديدا في الجزائر بتجاوز عدد المشتركين في قناتها الرسمية على اليوتيوب حاجز 10 مليون مشترك. وبهذا الإنجاز تعزز قناة النهار ريادتها على الساحة الرقمية في الجزائر. وتعمل قناة النهار الرسمية على اليوتيوب على رفع وتحميل كل محتوى الشاشة من أخبار، برامج، حوارات وتقارير يومية لحفظه رقميا وتسهيل الوصول إليه وتمكين متابعيها الأوفياء من متابعة ومشاهدة أي مادة فاتتهم على الشاشة. النهار تشكر 10 مليون مشترك في قناتها الرسمية. شكرا على وفائكم، نفخر ونكبر بكم وبدعمكم.